انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منها ميرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الشمس التي جزوتها مستعيرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة، ذاك هو الله الذي أنعمه منها ميرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا وزانه بأنجم كالدرار المنتثرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منها ميرا، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقدرة مبتكرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منامرا، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منامرا، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة.